أخي تعرف إبراهيم والتقوسي محمود؟ هو اللي يخدم معنا في الهنشير. ما هو اللي كان في بوفردة، شكون ما يعرفوش؟ الله يهديك يا سي خالد، الرجال الكل يسير عليها. اللي كلموا حريم الناس ما همش رجال. اش تقصد؟ اللي نقصد تعرفه مليح. على مريم بنت خالي يسكن عليها. عاد كان جيت نعرف هذا يقلقك، رأي ما سلمتش عليه؟ وانت جيبك اللي هنا؟ ما كنشيت على روحك؟ خبز ومكتوب يا خالد. خبز ومكتوب؟ مع السيد المحترم اللي قدامي. ما تعرفوش اللي نجم نشدكم ونفشخكم ونهرسكم الزوز؟ ايز يا راجل عاد. اعمل ربي في بالك وانا للشيطان. شو ما وصلنا لهذا انا؟ وليت تتكبل. ما تعرفش اللي يكلم حريم الناس؟ يلزمو يكون مولى الباع والذراع وعليه الكلام وعنده صدره من نحاس. لكن ما تخافش، الذراع موجود والصدر موجود. كانك على مريم بنت خالي وعندي الحق باش نكلمها. ما يحط لك حق. واش هي؟ على شيء على شيء على شيء سي أنت نوريك حقي يا ولد مفرد. أخان يزي أخان إبراهيم أقصد شرط يزي. ها راهو عيب أضاي نعرفين عن المكلة يزي. وريني ابراهيم ريش اشتعوا نعطيك انت بعضك بعض يزي اخرك يزي ابراهيم اطلع ازرب روحك يا ابراهيم خلينا نقدوه نحن جمال الهاي شضايا اطلع اخوي اطلع حرك وحق ربي ما زلت تدور بهالساحه كنا كل قلبك ما كلمكش كلمنيش ما توريك ها حرك انت حرك اوريك ما تمنعش بها طيب.